السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي جمعة عمل برنامجا رمضانيا يستقبل فيه أسئلة من أطفال، فأضلهم إضلالا في أصل العقيدة، وزيف في الدين تزييفا خطيرا جدا كما سنسمع بإذن الله تعالى. يا قوم اتبعوا المرسلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسمع سؤال هذه الطفلة لعلي جمعة. دلوقتي في ديانات أخرى غير ديانة الإسلام، زي مثلا المسيحية، وكمان ليها رسل من السماء وليها كتب زي سيدنا عيسى. طب دلوقتي ليه المسلمين بس هم اللي هيدخلوا الجنة؟ ما هم برضو ومين قالك إن المسلمين بس هم اللي هيدخلوا الجنة؟ دي معلومة مغلوطة عندك. لا، والله هذه الطفلة أعلم منك، أنت الذي يجب أن تسألها. هي تقول لماذا المسلمين فقط يدخلون الجنة، يقول هذا غلط، يقول هذه المعلومة عندك غلط. سنبين بعد ذلك، لكن خلينا نسمع جوابه كامل. لأن ربنا قال غير كده، قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية؟ إن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، الإيمان هل يستقيم مع كفر بنبي من الأنبياء؟ لا يمكن. ما هي أركان الإيمان يا أستاذ علي جمعة المفتي السابق الموظف؟ اتركنا، ما هي أركان الإيمان يا علي جمعة؟ أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، فمن كفر بنبي فقد كفر بسائر الأنبياء وقد خرج من أي ملة من ملل الإسلام، سواء كانت المسيحية أو اليهودية أو غير ذلك، كلها الملل التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. ودليل كلامي ما قاله الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: كذبت عاد المرسلين، عاد كذبوا رسولهم في الواقع، لكن الله سبحانه وتعالى قال كذبوا المرسلين، لأن التكذيب بدعوة نبي واحد هو تكذيب بجميع المرسلين. فمن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقال إنه ناج عند الله سبحانه وتعالى. فقال الله: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. إلى أن قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه، إذن هم كذبوا نبيهم، ولكن الله قال في البداية كذبت عاد المرسلين بتكذيبهم ذلك النبي. فكذلك من كذب محمدا لا يقال إنه آمن بالله واليوم الآخر. طيب، أنت تقول: لا، هو ما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية ما ذكر المرسلين. اسمع، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. هذه الآية فيها أن الذي لا يؤمن بهذا الكتاب اللي هو القرآن لا يؤمن بالآخرة، هكذا قال الله: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. فالذي لا يحافظ على الصلاة ليس بمؤمن، والذي لا يؤمن بالقرآن ليس بمؤمن، سواء انتسب إلى مسيحية أو نصرانية أو يهودية أو ما شابه ذلك. وإن قال آمنت بالآخرة فالله قال: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. الذي يؤمن بالآخرة يؤمن بهذا القرآن، لا يمكن أن تقول إنه يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بهذا القرآن. فجواب علي جمعة فيه إضلال كبير ومخالفة صريحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى الآية واضحة جدا أنه ربنا سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، كله اسمه إسلام عندنا. تفضل. هو إليك. انتهى جوابه وانتقل إلى سائلة أخرى. سبحان الله. طيب، ماذا عن هذه الآية؟ هنا: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا إلى آخر الآية. عن إسماعيل السدي رضي الله عنه ورحمه قال: كان إيمان اليهودي أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم
ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. طبعا هو سيدع الشرائع التي نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والسلف أخذوها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. علي الجمعة يقول العكس. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الأنبياء إن حضرهم نبي فوجب عليهم الإيمان به ونصرته. علي جمعة يقول إن الناس ليس عليهم ذلك، ليس عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لينجوا، ويستشهد بالآية التي جاءت بالذين سيدخلون الجنة عندما آمنوا بأنبيائهم قبل أن تنسخ تلك الشرائع، يجعل المكذب بنبي من الأنبياء بمثابة المصدق به، وهذا كلام فاسد جدا. وأضل طفلة أخرى سألته سؤالا آخر. بالنسبة بقى مثلا لهم مثلا المسيحيين اليهوديين، انا مثلا افترض ان انا حد مسيحي وانا يعني مؤمن بديني قوي، ولو حتى حد كم كان حد حاول يتكلم معايا في الاسلام وانا مقتنع بديني قوي، فيعني انا كده ذنبي ايه؟ طب وحتى مين اللي قال لك انك ليكي ذنب؟ انتوا متخيلين يا اولاد خناقه، وهي مش خناقه دي يعني هي تساله لو انها لم تكن مسلمه فما ذنبها انها لم تبحث في الاسلام؟ ذنبها انها لم تتبع انبياءها، فالذين كانوا على مله من الملل موسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد من أتباع موسى أو أتباع عيسى إن كانوا يتبعونهم أن يسمع بمحمد عليه الصلاة والسلام ثم لا يبحث ليتأكد أن هذا هو نبي آخر الزمان أم لا، يبحث بتجرد ويبحث برغبة صادقة باتباعه إن كان هو النبي، فإذا بحث وجد أنه هو الحق. أما المعرض هذا فما اتبع أنبياءه أساسا، وهذا لا يقاس علينا، فنحن لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نبيا سيأتي بعده، هم أخبرهم أنبياءهم أن نبيا سيأتي بعدهم، وجب عليهم إذن أن يبحثوا. نحن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين بخبر الله سبحانه وتعالى. هداية، مفيش خناقة ولا حاجة، ومفيش ذنب ولا حاجة. ممكن أكمل؟ هو يعني برضو المسلم ليه حق إن هو يدور مثلا في حكاية، يعني لو حق ليه حق في دور في الديانات التانية مثلا، الديانات التانية كل علماء المسلمين دوروا، وأنا دورت ووجدت إن الإثباتات والأساس يعني شوف الضلال، يشبه حال الذين وجب عليهم أن يبحثوا عن نبي آخر الزمان بحال الذين اتبعوا نبي آخر الزمان وأخبرهم نبيهم أنهم هو نبي آخر الزمان ولا نبي بعده، وهو راح يبحث بالعكس، يعني راح يبحث عن صحة الملل الأخرى. هذا يقال للأطفال، يعني هذه الطفلة الآن علي الجمعة أهلها أو أعطاها فكرة أنها تذهب وتبحث، قد تكون النصرانية هي الصحيحة وليس الإسلام. سأسمع باقي جوابه ثم أكمل التعليق. السند والأدلة وكذا إلى آخره للديانة الإسلامية، فأمنت بالإسلام عن حق. الإمام أبو حامد الغزالي جلس يبحث عن هذا وأكد هذا، أبو المعالي الجويني جلس يبحث عن هذا، الإمام الشافعي جلس يبحث عن هذا. إذا كان الغزالي يشك في دينه فما في مشكلة، لكن من أين لك أن الشافعي فعلا شك في دينه وذهب يبحث في النصرانية واليهودية وما شابه؟ من أين لك ذلك؟ هذا افتراء عن الإمام الشافعي. كان يجب عليك أن تخبرها أننا طالما أننا عرفنا الحق لا يجوز لك أن تقيسي الذين آمنوا بهذا النبي بأولئك الذين وجب عليهم أن يبحثوا عنه فقصروا، فهؤلاء مطلوب منهم أن يبحثوا عنه، نحن ليس مطلوبا منا أن نبحث عن غيره. وكذلك إن كنا سنبحث في أدلة صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لنزداد يقينا فهذا نعم هذا مطلب حق، ولكن هذا لا يعني أن نشك في ديننا. أما أنت وإمامك الغزالي فحالكم كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. انظر الآن، أنت صححت الملل الأخرى وجعلتها على حق كالإسلام، ساويت بينها وبين الإسلام، فهذا إضلال لهذه الفتاة ولكثير، بل لكل من يسمعك ممن يصدقك ويعتبرك شيخا، عند ذلك هذا سيجيز لنفسه أن يشك في الإسلام، ويجيز لنفسه أن يبحث عن ملل أخرى ويساوي بينه وبين
الملي من أهل تلك الملل، وهذا من الضلال البعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ المسلمين من هؤلاء المضلين، ويبصر المسلمين بحقيقة أولئك الأشعرية الذين ما اكتفوا بالباطل الذي عندهم، بل لا يزال الباطل يتراكم باطلا فوق باطل وضلالة فوق ضلالة على قلوبهم وألسنتهم، ولا نرى منهم الحق ولا نرى منهم الخير، نعوذ بالله منهم ومن حالهم. إن البدعة تبدأ صغيرة ثم تكبر وتكبر وتكبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا سبيل أهل البدع، وأن يبصر المسلمين بهم، وأن يبصر المسلمين بالحق. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قوم اتبعوا المرسلين.